هل سيكون هناك شيء مثير للاهتمام؟ أريد الدونات. حضروا لي الكعك. هذا سهل. نعم، سيتم الأمر. اختيار موفق، لكن هل بدأ في الطهي؟ حسنا، العجين جاهز. نقطع الكعك. ثلاثة قطع ستكون مثالية. الآن حان الوقت لتسخين المقلاة. الشيء الرئيسي هو ضبط درجة الحرارة. نضع الزيت. نعم، يبدو الأمر سهلاً. أوب. توم، لا تصيب جدتك بنوبة قلبية. اهدئي، كل شيء يتم الاعتناء به. أوبس. ماذا لدينا الآن؟ الزيت بالضبط. أعتقد أن هذا سيكون كافياً. الآن نحن ننتظر حتى يسخن. ماذا؟ هل تقلون بالفعل؟ حسناً، سأفعل ذلك أيضاً. واحد، اثنان، ثلاثة. مرعب، رذاذ الزيت يحرقني. توم، لماذا سكبت الكثير من؟ أوهو، علي إنقاذ الكعك. رهيب. يبدو هذا خاطئ، تدمرت الدونات. هذا فشل. لا تقلق عزيزي، لكن الكعك الخاص بي جاهز تقريبا. سوف أزينهم الآن. دعونا نقطعها هكذا. الإنسان يأكل بعينيه، لذلك فإن المظهر هو أهم الشيء. كل شيء يجب أن يكون جميل. شهي. نعم نعم، جيد، لكن الكعك الخاص بي سيكون أفضل حتى بدون زينة. هكذا. أحسنتم عملا، وأنا لدي فكرة. القليل من الجبن. عظيم. وأصبها في قالب الدونات. وللزينة سأخذ التشيتوس المفضل لدي. القليل من العمل مع المطرقة. هل يعرف حتى ما هو الكعك؟ هكذا، سأستخدمه كإضافة. حسنا، كيف؟ يجب أن يكون رائعا. مذهل، لكن هناك شيء مفقود. أوه جدتي، هل يمكنني أن أخذ هذا منك؟ حسنا، خذ. شكرا، يمكن التخلص من المقلاة، لكن الموقد سيكون مفيدا. بعد ذلك أحتاج إلى غلاف. هكذا سألف كعكات الجبن وأرسلها مباشرة إلى الموقد. أنتظر قليلاً. يبدو أن كل شيء جاهز، يمكن التقديم. جميل. حسناً، ماذا لدينا هنا؟ رائع، كل شيء مختلف تماماً. سأبدأ مع هذه. تبدو فاتحة للشهية. مذهل، هناك حشوة في الداخل. هذا بصراحة لذيذ. إذن ماذا لدينا هنا؟ هذا لطيف، لنجرب. هل هذه كعكة دونات؟ بطريقة ما ليست جيدة. وما هذا؟ واو، دونات بالجبن. إنه أمر مدهش تماما، لكنني ما زلت أحب دونات الحلوى. الشيف فاز. نعم نعم، كنت أعرف. إذن لدينا الشيء التالي هو الشطيرة. لا مشكلة، لا يمكنك هزمي. أوكي. أوه حسناً، أعرف كيف أفعلها، لكنني سأصنع شطيرة حلوة. أحتاج إلى بعض النوتيلا. هكذا، أذهانها جاهزة. وبعد ذلك أحتاج إلى المارشميلو. مثالي. وبالطبع الشوكولاتة. وأيضاً أضيف مارميلات قوس قزح. لا أنسى الصلصة بالطبع. للمزيد من الحلاوة والجمال. جميل. جاهزة. إذن هناك القليل من الرشات للجمال. جاهز. مرعب، كم كمية السكر الموجودة؟
سأصنع شتيرة أكثر من عادية، بعض اللحم المقدد والجبن، وكل ما تبقى هو قليها جيداً. أوكي. أقلب وانتهينا. جاهزة؟ يا إلهي، لا يوجد أصالة ولا تميز، لذا دعونا نحمص الخبز جيداً. بيرفكتو. ورقة من الخس والطماطم، والآن شطيرة بدون اللحم. ما هذا؟ المكون السري الخاص بي هو الحلزون الفرنسي. هكذا؟ رهيب، يجب أن أحررها من الصدفة. أشعر بالإقياء. لا أفهم أبداً هذه الترندات. يا له من كابوس، بعض الأصداف. هذا المحار مثالي لساندويتشتي. مرعب، مرعب فقط. إنه يسمى المطبخ الراقي، لكن هناك شيء مفقود. بالطبع، دور الجبنة الزرقاء تتناسب بشكل رائع مع المأكولات البحرية. هل هذا كل شيء؟ إنها القشة الأخيرة. جدتي، هذا كل شيء، انتهينا. كم هذا رهيب. ماذا؟ هل أنتم جاهزون؟ رائع، شطائر مذهلة. سأبدأ بهذا. أي؟ صدفة؟ ما هذا؟ محار؟ مرعب. هذا يبدو فاتحا للشهية أكثر. لنجرب. شهي، كم أحب الحلوى. لذيذ. إذن آخر واحد. كم هي لذيذة، فقط مذهل. الجدة تفوز، مبروك. أوه، رائع. إذن ماذا لدينا بعد؟ الآن أريد سيزر. مذهل. أخيراً. ما هذا؟ لنبدأ. أقطع الطماطم. إنه أصعب مما كنت أظن. حسناً، انتظر أيها الطماطم، سأريك. ماذا تفعل؟ كن حذراً أيها الشاب. هذا في غاية البساطة. هكذا وانتهينا. ونقطع كل شيء. والآن أضيف أوراق الخس. وإلى أين بدون الدجاج؟ قطع كبيرة. مذهل. سلطة مذهلة خلابة. إنهم غير موهوبين. لدي فكرة. بعض الجرجير الطازج والمكون السري. كل هذا في الخلاط وأخفقهم جيداً. جاهز تقريباً. إنه مذهل. ماذا تفعل؟ سوف أحتاج إلى قدر صغير. نسكب كل السائل فيه. لا أعرف ماذا تفعل. ولا أنا. غريب. حسناً، ليس مهم. حقنة كبيرة وشفاط. والسحر يحدث. النقانق في المطبخ الراقي. دعونا نضيف الخس والطماطم. وبالطبع الدجاج. هذه القطع تتناسب تماماً. وبالطبع نضيف بعض الخبز المحمص، سيعطي طعماً رائع. وبالطبع في الأخير نضع الجبن. بالطبع، نسيت تقريباً. أبشر بعض الجبن. هيه، ماذا يحدث؟ أقوم بتقطيع الخضار، إنه ممتع للغاية. حسناً، مرة أخرى، لا شيء يعمل معي. فكرة، لدي علكة رائعة. أنا سأستخدمها كأوراق سلطة. تبدو لطيفة جداً. سأزين الطبق بالعين السكرية.
وسأضيف المارشميلو وبعض الديدان الصمغية السكرية. يا لها من سلطة جاهزة. هراء بالكامل، نحن جاهزون. حسناً دعونا نرى، سأبدأ بهذه. ما هذا؟ فو، مقرف مقرف. قطعاً لا. ماذا لدينا هنا؟ حسناً، نعم إنها سلطة، لا شيء غير عادي. وبعد ذلك لدينا شيء مثير للاهتمام. لذيذ جدا، هذا بتأكيد الفائز. هاي، لقد فزت. سأكون أول من يلوف. روعة، مجموعة كاملة من كل أنواع الآيس كريم المختلفة. دورك كيت. أشعر بالدوار. على ماذا حصلت؟ أوه لا. لماذا هذا العقاب لي؟ فلفل الحار، لا أستطيع حتى تذوق الكعكة اللذيذة. نعم، كعكتك تبدو خطيرة مع كل هذا الفلفل، لكن الآيس كريم سوف يزين الكعكة فقط لأنه مشرق جدا ولذيذ. حتى أنني أعرف كيف أجعل الكعكة أكثر جمالا. سأضع قبة في الأعلى. الآن الآيس كريم الخاص بي وكأنه في الدلو، وسيكون من الأروع جعل الكعكة أعلى على سبيل المثال بمساعدة كرات الآيس كريم. واو، كم يبلغ طوله؟ أنت لا تعرفي كم هو لذيذ. الآن سأجرب قطعة وأصف لك كل شيء بالتفصيل. واو، مذهل كما توقعت، لذيذ جدا. كيت، هل تريد التجريب؟ بالطبع أريد. تريدي؟ لكنك لن تحصلي عليه. لماذا تحتاج كعكتي عندما يكون لديك هذه الكعكة الكبيرة بالفلفل؟ هيا ابدأي. آمل ألا أشعل حريقا هنا بعد بضع قدمات. تمنوا لي حظا سعيدا. فمي كله يحترق رهيب. لن أخذ قدمة أخرى في فمي، هذا عذاب حقيقي. إذن علينا أن نلجأ إلى عجلة العقاب لنرى ما هي العقوبة. إنه تباسكو الحار، سأجعل كعكتك أكثر حدة. ماذا تفعل؟ توقف. تحولت الكعكة من الأزرق إلى الأحمر. يا له من كابوس، الآن بالتأكيد سأشتعل. إذا كان هناك حريق هنا فأنت الملام. توم، كم هذا حار، لا أستطيع حتى أن أشعر بفمي. ولديك بخار يخرج من أذنيك. أعتقد أنني أطير. إلى أين؟ ومن سيأكل الكعكة؟ على ما يبدو هذه المرة نحتاج إلى إيقاف العجلة بأنفسنا. سأفعلها بشكل أفضل وعيني مغمضتين. ماذا؟ مايونيز ومخللات؟ لم أخطط لصنع سلطة. علي أن أكون أكثر حظاً. أتمنى أن تكون لذاذة. هذا غير عادل، أحتاج إلى إعادة. كل شيء عادل. إذا كنت تغشي سيتعين علينا الحصول على عجلة العقاب. حسناً، أين الهدايا خاصتي؟ أنا أحب النوتيلا والبوينو. لابد لي من إعداد أكثر البرجر على السعرات الحرارية، رأيته على الإطلاق. المايونيز سيء للغاية، كما لو أنه الدهون فقط. والنوتيلا رائعة بكل بساطة، سوف أكلها طوال الوقت. كيف سأصب المايونيز على الكعكة؟ إنه سميك جداً. هذا يثبت مرة أخرى أنه دسم جداً. لدي فكرة، النوتيلا سميكة أيضاً، لذلك سأعمل معها وكأنها معجون. كل ما أحتاجه هو وضع العجينة على الكعكة. إنه ألذ معجون رأيته في حياتي. الآن يبقى فقط توزيع العجينة على الكعكة باستخدام هذه الأسطوانة. ستكون لذيذة بشكل متساو. وأنا أيضاً أحتاج إلى تجربة. الآن لدي شوكولاتة على وجهي، هذا رائع.
على الأقل سأجرب شيئاً لذيذاً. مايونيز غبي لا يريد أن يخرج. هيا انسكب بالفعل. أخيراً. لكن يبدو مثير للإشمئزاز. هناك شيء خاطئ في كعكتي، ربما ليست متساوية تماماً. أحتاج إلى إعادة النظر. وفي غضون ذلك سأستعير هذه الأسطوانة وأضع المايونيز فوق الكعكة. عرفت ما الخطأ. أحتاج إلى جعل الطبقة العليا أضيق قليلاً. ما هذا؟ من أين يأتي؟ المايونيز. كيت، أعرف من هو الملام هنا. لقد أفسدت الكعكة. لماذا وضعت المرطبان على يدي؟ لتعرفي كيف تزعجينني. بسرعة أزلها الآن. ليس لدي وقت، أنا بحاجة لترتيب الشوكولاتة على الكعكة. بالمناسبة هذا عمل مهم للغاية، اتضح أنه مثالي. وكيف سأرتب الخيار؟ هذه المهمة أصعب بالفعل، خاصة عندما تكون يدي محصورة في المرطبان. انظري إلى الكعكة التي صنعتها، إنها شوكولاتية جدا وكبيرة. أنا أيضا أريد التجريب، أعطني قطعة وسأعطيك خاصتي. خاصتك؟ إنها قبيحة جدا. لا، هذه المعجزة الشوكولاتية الخاصة بي تكفيني. كم هو لذيذ. يا رفاق، أنصح الجميع بتجربة هذه الكعكة، شعور لا يوصف. أحتاج إلى تجربتها أيضا. لا أعتقد أنني سأكون سعيدة بهذا القدر. يجب أن تري وجهك. لدي كعكة رهيبة. ماذا لدينا هذه المرة؟ حلوى غزل البنات، ممتاز. أريد الحصول على لذاذة أيضا. وح حسنا، مجرد شموع صغيرة. هذه الشموع يجب أن تأكلينها، سوف أشاهدك وأضحك. لكن علي أولا تناول هذه الحلوى القطنية. لا يمكنني أكلها هكذا فحسب، بل يجب إعداد أشكال منها كالشوارب. وليس فقط شوارب، لحية أيضا. والآن أنا قرصان. ومع ذلك حلوى القطن شيء عظيم، لذيذ، والأهم من ذلك ممتع جدا. أوافقك وسأجربها أيضا، آمل أنك لا تمانع. إنها حقا لذيذة. لذيذة؟ كيف تجرؤين؟ أعيدي كل ما لديك إلي. لن أدعك تلمسينها، سأقوم بتزيين الكعكة الآن. كل مليمتر من القطن مهم بالنسبة لي. وأيضا يمكنني صنع أشكال جميلة جدا من الصوف القطني، أرانب وحتى بطة. يبدون رائعا جدا على كعكتي اللذيذة والكبيرة بالفعل. حان الوقت لتجربة هذه المعجزة. لذيذ جدا كما اعتقد. كعكة بالشموع بالطبع رائعة، لكن كيف سأكلها؟ ربما علي نفخهم ببساطة وهذا كل شيء، لكنهم يبدون رائعين جدا، علي أن أعترف. الآن سأضيء الشموع لجعلهم أكثر روعة. والآن سأنفخهم وهذا كل شيء. أتعتقد أن هذا مضحك؟ لقد أطلقت إنذار الحريق. الآن كلنا مبللين. ماذا فعلت؟ أنا لا أرى أي شيء. ما أنا أحمق. توم، هذا كله بسببك. شيء جيد أن الكعكة لم تتأذى. لكن كعكتي دمرت. على الرغم لا تزال لذيذة بشكل لا يصدق. حان الوقت لتجربتها أيضا. بالطبع الشموع تأذت، لكن الكعكة لا تزال رائعة. أنا سعيدة. أنا أحب عملي، يمكنني الجلوس بلا حركة طوال اليوم، أو يمكنني تعلم القتال. مرحبا، جئت لفحص طبي. أولا أعرضي ماذا لديك في الحقيبة. لا، لسنا بحاجة لهذه الأنواع من الأطباء، اذهبي. ما زلت بحاجة للتحقق. إذا كنت لا تريدين لي السماح بالدخول، سأضطر إلى الاطمئنان عليك مع هذه الحقنة الشرية. هيا اخلعي سروالك. أنت تعرفي، لا من الأفضل فحص السجناء. يبدو مريضاً، اذهبي إلي. ها هو أيتها الطبيبة، تحققي منه. ماذا؟ نعم بالضبط، معدتي تؤلمني كثيراً. يبدو أنه مريض حقاً. لن أنزعج، حقنة شرجية هي مسألة شخصية. انظر أندي، أحضرت لك بطروج. آمل أنني لم أخطئ.
ها هو دروجوك. Wait a minute. إنه ليس دروجوك، هذه قطة. لقد أخطأت قليلا، لكن لا تقلق، سأتي مرة أخرى. سوف تأتي، لكن عليك أولا المغادرة. أنا أعاني من حساسية تجاه القطط. لا تخاف، لدي حقنة مع الدواء المناسب، سأعطيك الحقنة. لا تقلق من الحساسية. ليس ضروريا، اذهبي خلف القطة. أنا سأصلح وضعي. الآن ينتظرني طعم لذيذ. أوه، من أين أتت القطة؟ كيف دخلت المبنى؟ أوه، علي أن أطردك، أنا آسفة، هي غادري. ابتعدي. أوه، لقد كشفنا. بينما تستعيد الشرطية وعيها، الشيء الرئيسي هو تغيير البدلة في المرة القادمة. مرحبا، لقد جئت للتنظيف. أولا أحتاج إلى إلقاء نظرة فاحصة عليك، ربما تحملين شيئا خطير أو غير قانوني. لا تكوني سخيفة، أنا عاملة تنظيف. هل تريدين كيت كات؟ أوه، شكرا جزيلا، لكن الشوكولاتة ليست أهم من العمل. ماذا يوجد في الدلو؟ في الدلو لا يوجد شيء. ماذا تفعلين بي؟ لدي عشرة منازل أخرى، لا تزعجينني. ماذا يحدث؟ أوه، سأخرج على الأقل، سأنظف. أندي، لقد أحضرت لك دروشكا. وجدت الثلاثة. الثلاثة؟ هو واحد فقط. مستحيل، لقد وجدت ثلاثة أسماك ذهبية. سمك؟ من يسمي السمك دروشكا؟ إنه ليس هو. اهدأ، ستأتي الشرطة خلف الأسماك. سأخفيها، لكن أين سأضعهم؟ بالضبط في المرحاض. هناك أيضا ماء، مما يعني أن الأسماك ستكون آمنة وسليمة. ماذا يحدث؟ لماذا الماء على الأرض؟ لماذا أتيت؟ كنت على وشك الذهاب إلى المرحاض. أوه، سنغادر على وجه السرعة. آمل أن تجد دروشكا، بدونه أشعر بالسوء. أفتقد كلبي كثيرا، أتمنى أن يكون بخير. مرحبا، اسمي جيري، وأتيت للتحقق من بعض الأشياء. افحصي حقيبتي. يبدو أن كل شيء على ما يرام، تفضل بالدخول. قف. أولا، هل يمكنك إلقاء نظرة على مقعدي؟ لقد كسر، لا أستطيع تصليحه. كرسي، نعم، يحدث كثيرا، كل شيء بسيط، نحتاج إلى لاصق. لاصق؟ نعم. مرة أخرى وضعت السلطات أرخص مصلح. حسنا، لدينا مشكلة مع هذا الضوء، هل يمكنك أن تثبتي هذا المصباح الكهربائي؟ بالتأكيد، بالنسبة لي هذا شيء بسيط. الآن أنا بحاجة لمعرفة كيفية الوصول إلى أندي. بالضبط، للقيام بذلك علي حفر حفرة ضخمة في الحائط. أعتقد أن المطرقة ستساعدني. جدران السجن أقوى من أي مكان، لكن لا مشكلة، ليس لدي هذا المثقب. ما هذا؟ يبدو أننا بحاجة لاتخاذ تدابير قصوى. الآن هذا بالتأكيد سيعمل. ماذا يحدث؟ لا تقلقي، كل ما أحتاجه هو إدخال المصباح الكهربائي. أخيرا سيرى أندي صديقة. أين دروجوك؟ إنه بالتأكيد لن يتناسب مع هذا الثوق. ماذا؟ هل هذا فأر؟ ماذا حدث؟ من أين أتى هذا الجرس من الحائط؟ قبل فوات الأوان سأذهب. مساء الخير، قبضت على مجرم خطير، إنه لص. هذا النمس، أنا بحاجة لوضعه في زنزانة. أوه، الجميع كان يحاول الإمساك به لفترة طويلة. ادخلي، الزنزانة جاهزة. أين موزتي؟ ماذا
ماذا يحدث هناك؟ جين، لقد أتيت مع دروشكا. نعم، ها هو. هل أنت سعيد برؤيته؟ هذا نمس وليس دروشكا. كيف هذا؟ مسكين أيها الحيوان. لحظة، ماذا يحدث؟ أنت لست شرطياً؟ يجب أن أتخذ الإجراءات المناسبة ضدك. أوه، أين أسلحتي؟ يبدو أن هذا النمس محترف في السرقة. ما هذا؟ هذا ليس جميلاً. حان الوقت، نحن آسفون، سنذهب. قفي. لا، لن تلحقي بها. لن أسمح لك. أتعرف ماذا؟ لم أطعمك كل اليوم. خذ هذه الموزة، ستأكلها طوال اليوم. صحة وعافية. اسمحي لي بالدخول، أحضرت طعاما للسجناء. آمل ألا توجد حيوانات بالداخل. حصلنا مؤخرا على نمس. أي حيوانات؟ هذا خاطئ. بالتأكيد. هل يمكنني الحصول على هذه الأجنحة؟ أنا جائعة جدا. بالتأكيد، صحة وعافية. أخيرا سأكل. يمكنني تناول الطعام بشكل طبيعي. حسنا، من أين يأتي هذا الشعر؟ أعتقد أنني فهمت. عندي أنا جين، أحضرت دروشكا. حقا، أخيرا، تعبت من الانتظار. طار الطيور لمدة ساعتين. ها هو دروشكا السريع والرشيق. هذا ليس دروشكا، إنه أرنب. فهمت كل شيء. هذا أنت مرة أخرى مع حيواناتك. ماذا؟ أية حيوانات؟ تحت الأغطية. لا يوجد شيء. مستحيل. بداخله كان هناك شعر ما وصوف. أترين؟ لا شيء، لقد بدا لك. كلا، أعلم أنك تخفي شيئا. عن ماذا تتحدثين؟ لم أرى أي شيء. أحسنت عملا أيها الأرنب، لقد تمكنت من القفز تحت القبعة. قفي، إلى أين تدخلين؟ سأذهب إلى أندي، أنا زوجته. لدينا عائلة وطفل صغير. هل يمكنني الدخول؟ كل ما في الأمر أن الطفل يشتاق إلى والده بالفعل. طفل، بالتأكيد ادخلي. لم يقل أندي أي شيء عن عائلته. أندي، أنا مرة أخرى. يبدو أن هذه المرة أحضرت لك دروجوك. لماذا لم تقل على الفور أن دروجوك هو كلب؟ دروجوك، في النهاية أنت معي. كم اشتقت إليك، أعطني إياه الآن. إنه ممتلئ الجسم، لا يمكنه المرور عبر القضبان. أوه، امسكي به، هو يركض. ماذا يحدث؟ لماذا تحول مركز الشرطة إلى حديقة حيوانات؟ أيها الكلب، إلى أين؟ ساعدوني، لقد تعرضت للهجوم. يبدو أنها الفرصة لسمح لأندي للخروج. المفاتيح هنا. تستطيعين إخراجي؟ نعم، حالا ستكون حرا، فقط اختار المفتاح الصحيح. أعتقد أنني أعرف كيف أهدئ هذا الحيوان. هل تريد النقائق؟ أنا أعلم أنك سوف تفعل. اذهب وأحضرها. الآن اذهب معي، هناك عقاب. حسناً حسناً، ماذا تفعل؟ لا شيء، أنا في الواقع هنا. دروجوك، ستكون الآن مع صاحبك. صحيح، سيتعين عليك الجلوس في الزنزانة معاً. أوه، صديقي دروجوك، أخيراً نحن مع بعضنا البعض. وأخيراً يمكنني العودة إلى المنزل. وأنت حولت السجن إلى حديقة حيوانات، لذلك ستجلسي خلف القضبان لفترة من الوقت. الآن لن تكونوا حزينين أبداً. وأنا سأذهب لتناول الطعام. الآن أصبح المكان مزدحم، لكن ليس رائع. باربرا،
حظوظة لديها وعاء كامل من الفشار. نيك لديه أقل بقليل لكنه ليس متضايق. لكن جولي ليست محظوظة، واحدة فقط. جولي ابدأي. لدي فكرة، أين مسبب الإشعاع؟ كمان بالضبط ما هو مطلوب، سريع ولذيذ. رائع، أنا التالي، سأقوم بصنع هذا الفشار بسرعة. واو نيك، لم تقل أنك طاهن. اكتب الوصفة، خذ مطلات، اسكب حبات الفشار وننتظر بضع دقائق ونستمتع. رائع، يا له من انفجار، احذروا يا فتيات. رائع. واو نيك، هذه حقا وصفة متفجرة. لدي طريقتي الخاصة في صنع الفشار. أضع صلصة التباسكو مع الكولا وأقدم مشروبا للصديق المفضل. ماذا؟ ما هذا الطعم؟ بالضبط ما هو مطلوب، شكرا نيك. حار حار، لذيذ. كم عدد العيون لدى باربرا ونيك؟ لكن جولي لديها واحدة فقط، قليل جدا. خاسرة نيك، إذا لم تكن قد لاحظت، جولي ليست في مزاج المزاح، سوف يتعلم. لماذا أقاتل على الفور؟ سوف أنتقم. نيك، ما الذي ستفعله؟ تعصر الكاتشب على العين. أوه يا له من رعب. جولي، يمكنك أن تأكلي عيني إذا أردت. ماذا؟ هل هذه حقا عينك؟ نعم، خذيها. أبعدوها. باربرا أحذري، أكلت عين نيك. سوف أنقذك. احذروا. كوب من القهوة المنعشة في الصباح هو ما أحتاجه. كم هو لذيذ. ما هذا؟ عين. يا رفاق، أنتم مضحكون. حان دوري الآن. كم هو لذيذ، مستعدة لأكلهم دائما. يا لها من شهية وسرعة. دوري، أقوم بتشغيل وضع التوربو. رائع نيك، لقد أكلت كل شيء دفعة واحدة. هل يمكنك مشاركة الفتيات؟ إنهم جائعون أيضا. قطعة واحدة لو سمحت. لا، إنهم لي. نيك، لا يمكنك أكل الكثير من العيون السكرية دفعة واحدة. متأخرة، الآن يمكنك مشاهدة جميع مقالب الفتيات. مقرف، لدي الكثير، أبعدهم عني. لدي واحدة فقط، أستطيع تحمل الأمر. ما هذا؟ يا رفاق، اجمعوا نفسكم معا، يمكنكم التعامل معه. سأبدأ أولا. باربرا، هذه بذرة، لا تحتاج إلى أكلها، تحتاج إلى زراعتها. احذروا. باربرا، انظري أين ترمين. الآن سأزرعك. يجب أن تنمو. لماذا لا تنمو؟ باربرا، عليك أن تنتظري قليلا، أعطيها بعض الوقت لتنضج. سأبدأ أنا. الشيء الرئيسي هو أن أكل بسرعة حتى لا أشعر بالطعم. فوم مقرف، أنا بحاجة لتغيير هذا الطعم الفظيع. سوف أقترض هذا، أنا بحاجة ماسة لسقي زهرتي. هزة أرضية، اختبئوا. لا تخافوا، لقد نبتت فقط بذرة باربرا. الآن باربرا لديها شجيرة البروكولي الخاصة بها. هذا مقرف، أنا أكره البروكولي. رعب. باربرا، يجب أن تغتسلي. أنت يجب أن تأكلي البروكولي الخاص بك. لا، ليس البروكولي. لكن لدي فكرة عن كيفية التخلص منه. انظر هناك أخطبوط. جولي، أتعلمين أن جميع المحتلين سيعاقبون عاجلا أم آجلا؟ على وعلى ذلك، فقد أعد نيك بالفعل هذا لك. كان ذلك لذيذا. إذا تفضلي أكثر. لا، هذا مقرف. في المرة القادمة لن تغشي. واو، بطاطس مقلية. كل الرفاق متحمسون للغاية. بعد كل شيء، إنه لذيذ جدا. لا، جولي لم يحالف الحظ، لديها بطاطس صغيرة واحدة فقط. جدا، أنا أريد أكثر. حان دوري الآن. باربرا، أعطني القليل. ماذا؟ حسنا، بطاطا واحدة فقط. بالطبع، خذي. لقد صدقتي. حسنا، سأرتب لك ذلك.
كاتشب بودرة حارا بشكل فظيع وقاسيا جدا. بشكل عاجل، لكن ليس الكاتشب بعد كل شيء. أشعر بتحسن. أوكي. نعم، هذا يكفي من الكاتشب بالنسبة لي. نيك، راقب البطاطس وإلا لن يتبقى شيء. ماذا؟ لذيذ. لقد أكلت كل ما عندي من البطاطس. خذي هذا. نيك، لا تنزعج، في المرة القادمة ستكون أكثر انتباهاً. رائع، علبة برينجلز كبيرة. ونيك محظوظ، والدة باربرا هرم كامل فقط. ممتاز. جولي لديها واحدة فقط وهي صغيرة جدا. كمان سنصلح الأمر. أوكي. هذا أفضل. لماذا تقف؟ هيا دورك. لماذا لا تفتح؟ احنا لا تكسر أسنانك، يبدو أنك لن تحصل عليها. لهذه الحالة لدي منشار. بحذر. بضع ضربات والعلبة مفتوحة. ليك، أنت ماهر فعلا. انظروا. واو، يا لها من القوة، حتى أن البرينجلز يطير إلى الفضاء. افتح فمك بشكل واسع، فالرقائق تطير إليك. احذر نيك. أوش. نيك، هل أنت بخير؟ ما يبدو له. حسنا، دوري، سأكل. واو، باربرا، يا لها من شهية. انظري أين الترمين، هذا مؤلم. كم هو لذيذ. ماذا حصل؟ لك من الأفضل البقاء تحت الطاولة. باربرا تقصف هنا. جولي انزلي. رائع، أنت على استعداد، لكنك ليس كذلك. عملية البناء تسير. باربرا تحافظ على البرج بشكل جيد. ماذا حدث؟ جولي لم يحالف الحظ مرة أخرى، لديها قطعة واحدة فقط، على عكس نيك، لديه طبق كامل من السكيتلز. رائع، والدة باربرا مجموعة من كل الألوان. واحدة فقط وصغيرة جدا. اهدأ، لدي فكرة. جولي، لست متأكدة مما إذا كان هذا سينجح، لكن يمكنك التجريب. هذا فقط رائع. هذا أفضل. رائع. كم هو لذيذ. فقط ممتاز. أنا مستعدة لأكل السكيتلز إلى الأبد. رائع. نيك، دورك. انظروا ماذا سأفعل. رائع، أنت مليء بالمفاجآت، لكن يجب أن تتدرب قليلا. لا، لكنني أعلم ما لديه الكثير. لا أعتقد أن باربرا ستحب فكرتك. الشيء الرئيسي هو أنها لن تلاحظ. أبعد يديك. أوتش. كل شيء لي. منك التي يجب أن أبدأ بها؟ هذا أو هذا أو ربما هذا؟ لا أستطيع أن أقرر، الأمر صعب. فكرة؟ ما هذا؟ إنها كرات اليانو لمساعدتي في اختيار اللون. أختار. أفتحها. بالضبط ما هو مطلوب. أوكي. الأخضر، سأبدأ به. كم هو لذيذ. أنا أحب السكيتلز، أريد أن أجرب كل النكهات دفعة واحدة. كم هي لذيذة. أتساءل ماذا هنا. ما هذا؟ حلوى سكيتلز عملاقة. واو، كم هي ضخمة وربما لذيذة بشكل لا يصدق. هذا صحيح، لذيذة جدا مع مفاجآت. يا بنات خذوا، هذا يكفي للجميع. واو، تويكس، هذا لذيذ. اوكي. الرفاق حريصون بالفعل على بدء التحدي.
حذرا. لدي فكرة. أرجوك جوني كن حذرة، ستقطعين كل شيء هنا الآن. انتهيت. كم هي لذيذة، يمكنني أكلهم إلى الأبد. جولي أنت متسخة جدا، أنت بحاجة للاستحمام بشكل عاجل. أنا التالية. رائع، لقد أزلت كل الأغلفة بهذه السرعة، ممتاز. كم هو لذيذ، لكن هناك شيء مفقود. الحليب الدافئ هو ما أحتاجه. الآن أنا. رائع، لديك جدار حقيقي من عصير تويكس. والآن سأعيد بناءه. أين مواد البناء الخاصة بي؟ النوتيلا. ممتاز، سأبني ناطحة سحاب حقيقية من التويكس. ما كان يجب أن تترك الفتيات وحدهن بعصير تويكس. ماذا يحدث؟ لا هناك، لا تؤذي نفسك. أنا أرتدي خوذة.